أن قضية فلسطين مش قضية قومية عربية، لأن في بعض الإخوة كان أرسل لي رسالة تقريبا من فترة بيقول لي أنت لماذا خطبك يعني تبتعد عن القومية العربية؟ قلت له لماذا؟ قال لي أن موضوع فلسطين مش حاضر في خطبك وفي دروسك. قلت له بأن موضوع فلسطين مش قضية قومية عربية. أولا أنا لا أحب مصطلح القومية العربية، لأن المصطلح القومية العربية ده في نوع من الغزو الفكري أو التيار الفكري، لكن هي قضية هوية إسلامية. لأن وإلا يعني ما رأينا مثلا في الآونة الأخيرة أن هناك مظاهرات تحدث مثلا في جاكرتا أو مظاهرات تحدث في ماليزيا عشان فلسطين، وعشان ماليزيا مش دولة عربية، وجاكرتا وباكستان مش دولة عربية، وبنغلاديش مش دولة عربية. العرب لا يمثلون في العالم الإسلامي إلا أقل من 20%، 80% من العالم الإسلامي عجم، وكبريات العالم الإسلامي ليست دول عربية، يعني باكستان، إندونيسيا، بنغلاديش، ماليزيا، يعني كبريات العالم الإسلامي، سواء من الناحية العددية أو حتى من ناحية القوة الاقتصادية.